هذا اللقاء سيكون إن شاء الله تعالى حول موضوع يتجدد كل عام، وهو حكم مشاركة غير المسلمين في أعيادهم. يقولون نحن لا نتشبه بهم، أنا لا أقصد التشبه بهم، بل من موالاتهم التشبه بهم وإظهار أعيادهم، إظهار أعيادهم، نشرها، الاحتفاء بها. لو لم يكن في قلبه شيء من المحبة والمودة لهؤلاء ما شاركهم في أعيادهم ولا في عقائدهم الباطلة. يعني هل يجوز للمسلم أن يهنئ النصرانية بهذا العيد؟ كما نسمع اليوم يعني سنة سعيدة أو بوناني أو هابي ييرز، بأنه ولد تحت شجرة السنوبر ونحن نعلم أنه ولد تحت نخلة. إذن ما حكم تهنئة المسلمين لغير المسلمين من الكفار واليهود والنصارى بتلك الأعياد الباطلة؟ هذا الذي يهنئ المشرك بعيده أعظم إثما عند الله عز وجل من فعل هؤلاء الذين يهنئون من شرب خمرا أو قتل نفسا أو زنا أو فعل شيئا من هذه الكبائر، لأنك إن شاركته فإنك تقره، وبإقرارك إياه فإنه يظن أنك تعظم دينه وأن دينه لا بأس به، فيستمر ويمكث على دينه عياذا بالله. يعني يكره للمسلم أن يأتي شيئا مما يقوي به المودة بينه وبين المشرك. الآن يعني بعض المسلمين، بل بعض من ينسب إلى الإسلام، أقصد من ينسب إلى العلم من المعممين ومن المطربشين، يعني يحضرون مع النصارى في كنائسهم في اليوم عيدهم ويشهدون صلواتهم، وهذا لعمر الله أمر محرم باتفاق. إذن هم يعتقدون يعني بأن هذا العيد هو عيد ميلاد الرب أو ميلاد ابن الرب أو ميلاد هذا الأقنوم، ويزعمون أن المسيح ابن مريم عليه السلام ولد في 25 من شهر دجنبر. هذه كلها تواريخ باطلة. إذن المسلم صاحب الفطرة النقية وصاحب العقيدة الصحيحة لا يمكن أن يشارك المشركين وهم يحتفلون في احتفال يسبون فيه رب العالمين سبحانه، يسبون فيه رب العالمين سبحانه وتعالى، رب العالمين سبحانه وتعالى، رب العالمين سبحانه وتعالى. قريبا على شاشتكم.